لرسول الله صدق رسول الله فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه صدق رسول الله حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان ولهذا جمع العلماء كلمات نبينا العدنان للبشرية خير ضياء يهدي لطريق الإيمان طبعا بعد كلام الله صدق رسول الله حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان صدق رسول الله فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه قال رسول الله صدق رسول الله يا عمر ليس للعصر سنة قبلية ليست السنة سأصلي العصر نفسه صلاة الجماعة في المسجد تعدل ثواب صلاتها منفردا في البيت 27 درجة أتريدني أن أذهب إلى المسجد في كل صلاة؟ ولم لا؟ المسجد قريب والثواب عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة وفي رواية أخرى بنى الله له بيتا في الجنة كلما غدا إلى المسجد أو راح ولكنني صغير فهل آخذ مثل ثواب الكبار؟ نعم الصغير يأخذ ثواب الفرض إذا قام به ولا يأثم إذا تركه فالطفل مثلا ليس عليه حج ولكنه إذا حج مع والديه أخذ ثواب الحج إن شاء الله ولا يحج إذا كبر؟ بل يحج فحجته وهو صغير لا تسقط عنه الفريضة وهو كبير أنا عند المسجد يا أمي سأصلي العصر صلي أنت بمفردك اليوم طمعت في ثواب الجماعة يا أمي يا بني أتتحدث في الهاتف وأنت في المسجد؟ أنا عند الباب لم أدخل بعد نعم عند الباب ولكن صوتك يزعج المصلين داخل المسجد أمي سأطلبك بعد الصلاة أحسنت هكذا نحترم بيوت الله أغلق هاتفك الآن قبل دخول المسجد يا الله نسيت هاتفي مفتوحاً ألو الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد نصحنا المصلين من قبل أن يغلقوا هواتفهم قبل دخولهم المسجد، ومن باب الاحتياط لا نضع الهاتف على الأرض أبداً أثناء الصلاة، لأنه إذا رن الجرس لن نستطيع أن ننزل ونغلقه ويظل مزعجاً للمصلين. فماذا لو اكتشفت أنني نسيت الهاتف مفتوحاً أثناء الصلاة؟ تخرجه من جيبك وتغلقه تماماً أو تلغي صوته، ولا تتركه مفتوحاً كما فعل صاحب الهاتف الذي شوش علينا في صلاتنا الآن. وإغلاقي للهاتف أثناء الصلاة ألا يخرجني منها؟ لن يخرجك بإذن الله، بل تأخذ ثواب أنك حرصت على عدم إزعاج إخوانك المصلين. أسرع إلى الإمام وبلغه ما قلته لك. جزاك الله خيراً يا إمامنا على هذه المعلومات المفيدة. وجزاكم إن شاء الله. كنت أود أن تنبه المصلين قبل الصلاة إلى غلق هواتفهم، فتقول مثلاً برجاء إغلاق الهواتف المحمولة. ولكننا نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهل كانت هناك هواتف أيام الرسول؟ ترى لو كانت الهواتف موجودة كان سينبههم الرسول إلى غلقها؟ بالطبع، فحرصه على تسوية الصف لن يكون أقل من حرصه على تهيئة الجو للخشوع في الصلاة، ورنين الهواتف يؤثر على خشوع المصلي. رأي وجيه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. الناس في زمانكم هذا يجهلون الكثير من آداب المسجد يا عمر. نعم، الهواتف المحمولة صنعت إزعاجاً شديداً. ليست الهواتف فقط، لقد سمعت رجلاً يدخل المسجد يلقي السلام على الجميع وبصوت عالٍ. وهل هذا خطأ؟ بالطبع، أنت مثلاً عندما تدخل بيتاً فيه 5 ضيوف غيرك، على من تسلم أولاً؟ على صاحب البيت أم على الضيوف؟ صاحب البيت. رائع، ونحن أيضا عندما ندخل المسجد بيت الله نسلم على صاحب البيت أولا. وكيف ذلك؟ بصلاة ركعتي تحية المسجد، ثم نسلم على الناس؟ نسلم بصوت هامس على من بجوارنا فقط حتى لا نزعج بقية المصلين. احكي لي إذن ماذا فعلت بعد أن عدت من البصرة ولم تقبل رواية صاحب الحمار؟ بل أريد أن أحكي لك أولاً عما رأيته وأنا في طريقي من البصرة إلى بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراكما في استراحة من السفر. نعم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الجلوس على الإبل وسائر الحيوانات أثناء وقوفنا، وألا نتخذ منها مقاعد. وما هو دليلك على ذلك؟ دليلي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لأحاديثكم، فرب راكب مركوبة هي خير منه وأطوع لله وأكثر ذكراً. هل أنت طالب علم؟ نعم. وما اسمك؟ محمد بن إسماعيل البخاري. يا الله، أنت البخاري. وهل تعرفني؟ ومن في العراق كلها لا يعرفك. جزاك الله عنا خيراً لهذا الحديث الشريف الذي علمته لنا الآن. وجزاكم خيراً إن شاء الله. لن نجلس على ظهور الإبل ولا الخيول وهي واقفة بعد اليوم. هل تطمعان في مزيد من الثواب؟ بالطبع،
بلغا هذا الحديث لكل من تريانه يجلس على ظهر جواده في الطريق وهو واقف، فيكتب لكما في ميزان حسناتكما إن شاء الله. تفضل يا بخاري، لقد راجعت بنفسي كل ما كتبته أنت في كتابك الجامع الصحيح حتى الآن. وما هي ملحوظاتك يا إمامنا؟ ملحوظات بسيطة تتعلق كلها بالجوانب الفقهية لبعض الأحاديث التي أوردتها في كتابك. بالطبع، فأنت الإمام ابن حنبل صاحب أشهر مذهب فقهي على وجه الأرض. صاحب أشهر مذهب فقهي استفاد كثيرا من كتابك، وما زلت في العقد الثالث من عمرك. هذا تواضع كبير منك. بل هو الحقيقة بعينها. ولكن قل لي، لماذا استبعدت حديث الرقية من كتابك؟ أي حديث؟ عن محمد بن عبد الله، عن المطلب، عن أبي هريرة قال: دخلت على السيدة رقية زوجة عثمان بن عفان. يا إمامنا، ماتت السيدة رقية أيام غزوة بدر، وقد هاجر أبو هريرة من مكة إلى المدينة بعد ذلك بخمس سنوات، فكيف يكون قد دخل عليها؟ حقا، هذا مستحيل. ولهذا استبعدت الحديث رغم أني أراه حسنا في معناه. ألهذا الحد تتحرى الدقة يا بخاري؟ يعني ذلك أنك درست التاريخ جيدا قبل أن تجمع الأحاديث؟ كان لابد لي من ذلك، ولهذا ألفت كتابي التاريخ الكبير قبل أن أبدأ في كتابي الجامع الصحيح. يا إمامنا، جاءتني دعوة من بعض علماء خراسان لزيارة المدينة. أنصحك ألا تزورها الآن. لماذا؟ قامت هناك فتنة كبيرة بين العلماء حول تفسير معنى القدر، وأرجو أن تبتعد بنفسك وعلمك عن كل فتنة. نعم، سأفعل. ابق معنا في بغداد حتى يستفيد الناس من علمك. لقد مرضت أمي وأريد أن أطمئن عليها. كنت سأمر على خراسان قبل عودتي إلى بخارى. إذن هي لحظة الوداع التي كنت أخشاها يا بخاري. على أمل لقاء قريب يا إمامنا، فوالله ما تعلمته منك يفوق كل ما تعلمته من غيرك في كل أسفاري السابقة. بل أنت تلميذي الوحيد الذي تعلمت منه ما لم أتعلمه من بعض أساتذتي. أستودعك الله يا صديقي العزيز. قال رسول الله، صدق رسول الله، فيما فسر، فيما فصل، فيما بلغ عن مولاه. حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان، والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان. ولهذا جمع العلماء كلمات نبينا العدنان، للبشرية خير ضياء يهدي لطريق الإيمان. طبعا بعد كلام الله، صدق رسول الله، فيما فسر، فيما فصل، فيما بلغ عن مولاه.